حي شعبي متاخم للعاصمة، حيوي بضجيجه وصخبه وحركية شبابه. اختاره نشطاء من المجال الفني تكريسا لشعار الثقافة حق للجميع. عروض مسرحية هادفة وفقرات موسيقية ملتزمة يؤثثها شباب اختار الفن سلاحا لرسم طريقه في عالم الإبداع. برشا هنا اكتشفوا مواهبهم، صحيح يكون اثنية لكن بالفن زادة نوصلوا المساج للصغارات هذوما والناشئة هذوما. فماش ما أخير من المحامل الفنية اللي تنجم بها هي توعي الصغار وتنشر لهم أفكار جديدة وأفكار ينجموا يعيشوا بها الغدوة وينجموا يعبيوا بها مخاخهم وينجموا يخرجوا بها للمجتمع. شباب في سن المراهقة وفرت لهم تجربة المسارح الشعبية جسراً نحو الحلم بمستقبل أفضل، ما أدخل روحاً جديدة على المنطقة. تجربة يعتبرها سكان الحي مكسباً هاماً وجب تدعيمه والمحافظة عليه. بالنسبة لنا احنا مهرجان حومتنا فنانة فرهيدة في الحومة، ما غير ما واحد بيخرج لبرا ولا حاجة تحسها فريمون حاجة باهية باهية برشا. مسرح حاجة باهية معناها تخليك معناها حتى نفسانيا مرتاح في مخ ماهيش خايب معناها خريم خاطر جيراسيون تو اللي طالعة بس حاجات معناها تلقاه يتلم في حوم في معناها في جروب تلقى مخدرات وكذا وحرابش كذا معناها ننصحوا معناها أي شاب معناها أي إنسان يجي على المسرح. تجربة نجحت في إضفاء البهجة على حي شعبي لتشع على مناطق أخرى تسعى لتكريس مفهوم المواطنة عبر الفنون والجمال. الفن والفرح من حق الجميع، خاصة عندما يوظف لاستنهاض حس المواطنة والإبداع للناشئة. تجربة الفضاءات الثقافية المفتوحة ترسم آفاق مستقبل مستنير لشباب الأحياء الشعبية. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.